هاي. بيعيش بلبنان عدد من الحيوانات الغريبة يلي قسم كبير منها ما بيعرف وجودها، مثل البومة القرناء أو horned owl يلي بتعيش بجبال الشوف، والذئب الرمادي يلي بيتواجد بمحمية الشوف ومحميات طبيعية تانية. الثعلب الأحمر المتواجد بجميع أنحاء العالم بيعيش كمان بلبنان. الغزال الجبلي المشهور بأوروبا يلي إجا على لبنان من أكثر من 10,000 سنة وبعد في أعداد منه بالمناطق الجبلية. الدب البني السوري يلي اعتقد كتار أنه انقرض من سنة 1958 ولكن تم رصده أكثر من مرة بالسنوات الأخيرة بجرود عرسان. فقمة الراهب المتوسطية وهي نادرة بس ظهرت أكثر من مرة كمان على الشاطئ اللبناني، بالإضافة لعدد من الزلاحف والحيتان ظهرت كمان ببحر سور مؤخرا. مين قال أنه ضروري نحافظ على التنوع الحيواني بلبنان لأنه بيساهم بتقوية السياحة البيئية؟ أنا قال. بشوفكم بكره.